مساء الخير، اسمحوا لي اقدم لكم نفسي. انا لبنى صدقي، استاذه علاج اورام في كليه طب القصر العيني جامعه القاهره. الكلام اللي اسمحوا لي اخد من وقتكم 5 دقائق نتكلم على اورام الثدي وبالاخص سرطان الثدي. يمكن مصر زيها زي باقي دول العالم اكبر نسبه بتكون اثر سرطان الثدي بالنسبه للسيدات. النسب والكلام ده يمكن يكون كلام علمي شوية، خلوني أكلمكم كمجتمع، كست وكمواطنة موجودة في مصر ويمكن خارج مصر للي بيشوفني. أهم حاجة إن الطب يكون في خدمة المجتمع، بمعنى إنه نتواصل مع المجتمع ونوصل الرسالة. يمكن الرسالة بتاعتي هتكون أن الوقاية خير من العلاج. يعني عندما نكتشف المرض قبل ما يحصل أو لما نحاول منعه، ده أكيد هيكون له جدوى اقتصادية في بلد زي بلدنا اللي هي من دول العالم الثالث اللي بتواجه مشاكل كتيرة، من ضمنها توفر الأدوية، وخاصة إنه في سرطان الثدي الأدوية دلوقتي والعقاقير ووسائل العلاج متوفرة ولكنها أثمانها مرتفعة جدا جدا. أرجو من كل سيدة فوق 50 إنها تتوجه لأقرب مركز بيعمل كشف مبكر على الثدي. دي عبارة عن حملة قومية بتقودها وزارة الصحة، هي عربيات متنقلة بتتنقل في جميع أحياء وشوارع القاهرة، توطئة إنها كمان تمتد بعد كده لباقي المحافظات. هذه العربات متصلة بشبكة إلكترونية مع وزارة الصحة. يا ست هتروحي وتدخلي، هيعملوا لك فحص للثدي، وعن طريق الكمبيوتر بيتبعت لي خبراء أساتذة كلهم متخصصين في قراءة أشعة الثدي، بيشوفوها نسبة 99% أو 98%، الحمد لله ما بيبقاش في حاجة، لكن لو قلنا 1 أو 2% بنكتشف مبكر. فمن فضلك ما تتكسليش وما تحاوليش ان انت تخافي، خليكي إيجابية. ومرة تانية، الوقاية خير من العلاج. أشكركم جداً.